بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. درس جديد ننتظره بشوق من مادة الكيمياء للصف الحادي عشر، وبإذن الله موضوعنا لهذا اليوم عن الألكينات. في البداية راح ناخذ سؤال من خلاله راح نراجع الجزئية اللي خضيناها في الدرس الماضي. السؤال الموضح في الشاشة أمامكم، السؤال هو: الألكان الأعلى في درجة الغليان هل هو C2H6M C3H8M C4H10M C5H12؟ طبعا راح تكون الإجابة عندي هي C5H12، لأنها الأعلى. الإجابة دا لأنها الأعلى في عدد ذرات الكربون، وبالتالي هي الأكبر في الكتلة المولية، وبالتالي هي راح تكون قوة الترابط بين جزيئاتها، قوة فاندرفال هي الأكبر، وبالتالي هي راح تكون الأعلى في درجة الغليان. طيب الألكينات، نتعرف على الألكينات. حتى نتعرف على الألكينات راح نبدأ بهذا المركب، وهذا المركب درسناه في الحصة الماضية، وهو عبارة عن الكان. ما اسمه؟ هذا عبارة عن إيثان. إذا أخذت من هذا الإيثان ذرتي هيدروجين، وعملت رابطة بين ذرتي كربون متتاليتين، راح يتكون عندي هذا المركب، وهو عبارة عن الكين، ونسميه إيثين لأنه مكون من ذرتي كربون. كذلك لو أخذنا هذا المركب وهو البروبان، لأن في ثلاث ذرات كربون، راح أقوم بانتزاع ذرتي هيدروجين من ذرتي كربون متتاليتين، ونضيف هنا هذه الرابطة بين ذرتي الكربون، فينتج المركب الناتج وهو البروبين. الألكانات تعريفها أن هي عبارة عن مركبات هيدروكربونية غير مشبعة. غير مشبعة لماذا؟ لأنها تحتوي على رابطة ثنائية. مثل ما هو موضح عندي في شاشة العرض، تحتوي على رابطة ثنائية واحدة أو أكثر بين ذرتي كربون متتاليتين، وصيغتها العامة تكون CnH2n. طبعا احنا في الدرس الماضي خضينا صيغة الألكانات، وكانت صيغة الألكانات هي CnH2n زائد 2. فهنا لاحظوا أن احنا قمنا بانتزاع ذرتي هيدروجين، فراح تكون الصيغة العامة للألكينات هي CnH2n. طيب نأخذ فاصل قصير، نأخذ فاصل قصير ونعود لكم. مثل ما قلنا أن الصيغة العامة للألكانات خضيناها في الدرس الماضي كانت عندي CnH2n زائد 2.
وهنا بما أني أنا مثل ما لاحظت نزعت ذرتي هيدروجين من الألكان حتى أحوله إلى ألكين، فإذا راح تكون الصيغة العامة للألكين هي CnH2n، ونلغي زائد 2 على أساس أن إحنا نزعنا ذرتي هيدروجين لكي نكون الألكين. هذا الجدول يوضح عندي، هذا الجدول موجود عندي في الكتاب المدرسي، هذا الجدول يوضح عندي الأسماء الألكينات وصيغها الكيميائية البنائية ودرجات غليانها. مثل ما أنتم لاحظين أنه ما في عندي الكين مكون من ذرة كربون واحدة، لأنه لابد أن يكون عندي على الأقل ذرتي كربون متتاليتين حتى يتكون بينهم رابطة ثنائية. فنبدأ من الإيثين. إذا بغينا ناخذ نسجل اللي هي الصيغة العامة أو الصيغة الكيميائية الجزيئية لهذه الألكينات، ممكن نتبع القاعدة اللي قلناها قبل شوية أن الصيغة العامة للألكينات هي CnH2n، فراح تكون عندي الإيثين. طبعا N هي عدد ذرات الكربون، فهنا راح يكون عندي الإيثين C، الإيثين في ذرتي كربون لأنه جاي من الإيثان اللي هو ذرتي كربون كان في الألكان، ف CnH2n بمعنى 2 نضربها في N اللي هو عدد ذرات الكربون، فراح يكون عندي H العدد ذرات الهيدروجين 2 ضرب 2 اللي هي عدد ذرات الكربون، فراح يكون عندي 4. البروبين راح يكون عندي C3 ثلاث ذرات كربون، H2n بمعنى 2 ضرب عدد ذرات الكربون، فراح يكون عندي هنا 6. البيوتين C4 أربع ذرات كربون، ثم ال H هي 2N فاثنين ضرب أربعة 8. البنتين هي C5H10 والهكسين هي C6H12. هذا بالنسبة كان للصيغ الجزيئية. بالنسبة للصيغ البنائية مثل ما هو موضح أمامكم، لاحظوا وجود الرابطة الثنائية في الألكينات، فهي الألكينات تشترط وجود رابطة ثنائية واحدة على الأقل فيها. بالنسبة لدرجات غليان الألكينات، نلاحظ أنه في كل مرة درجة غليان الألكينات بزيادة عدد ذرات الكربون راح تزيد عندي درجة غليان الألكين. ونفسر ذلك أنه ما العلاقة بين عدد ذرات الكربون ودرجة غليان الألكينات؟ لاحظ أنها هي علاقة طردية، كل ما زاد عندي عدد ذرات الكربون زادت درجة الغليان، وسبب ذلك أنه الكتلة المولية تزيد بزيادة عدد ذرات الكربون، وبالتالي تزداد عندي قوة ترابط بين الجزيئات وهي قوة لندن للتشتت، لأن هذه مركبات غير قطبية فترتبط جزيئاتها بقوة لندن للتشتت، فبالتالي تزداد عندي درجة الغليان. لو قارنا بين درجات غليان الألكانات اللي درسناها في الدرس الماضي والألكينات، راح نلاحظ انه الألكانات درجات غليانها اعلى من الألكينات، والألكينات درجة غليانها اقل من الألكينات المناظرة. فلناخذ الألكان اللي عنده ذرتي كربون مثل الإيثان، راح نلاحظ ان درجة غليانه سالب 88.6. نيجي على الألكين المناظر له، راح نلاحظ انه سالب 104، بمعنى راح يكون عندي اقل من الالكان المناظر له. ايضا لو خضينا على سبيل المثال البنتين اللي هو الكين بخمس ذرات كربون، راح نلاحظ ان درجة غليانه 30، بينما الالكان المناظر له وهو البنتان فيه درجة غليانه راح تكون عندي 36.1 درجة سيليزية، بمعنى أعلى من الألكين. فالسؤال، لماذا درجة غليان الألكينات تكون عندي أقل من درجة غليان الألكانات؟ طبعا أنتم لو تلاحظوا أن إحنا عشان نكون الألكين من الألكان، إحنا قمنا بانتزاع ذرتي هيدروجين، فبمعنى أن إحنا قللنا من الكتلة المولية بانتزاع ذرتي الهيدروجين، فبالتالي إذا قللنا من الكتلة المولية ماذا يحدث لقوة الترابط بين الجزيئات؟ قوة الترابط بين الجزيئات سوف تقل، وهي قوة فاندرفال، وبالتالي نتيجة لذلك راح تنخفض عندي أيضا درجات الغليان. فإذا الكتلة المولية للألكين فسر درجة غليان الألكينات أقل من درجة غليان الألكانات المناظرة، السبب لأن الكتلة المولية للألكين المناظر للألكان تكون أقل، فتكون قوة ترابط قوة لندن للتشتت بين جزيئات الألكين أضعف، فبالتالي تقل درجة غليان الغليان الألكين عن الألكان المناظر له.
طيب إذا تحدثنا عن درجات غليان الألكينات وقارنا درجات غليان الألكينات بينها وبين بعضها حسب عدد ذرات الكربون، وأيضا قارنا درجة غليان الألكينات بالألكانات ولاحظنا أنها أقل بسبب انخفاض الكتلة المولية، الآن ننتقل إلى خطوات تسمية الألكينات وسنسمي بعض الألكينات. طبعا العلماء اتفقوا على آلية ثابتة لتسمية الألكينات وهي نظام الأيوباك. نظام الأيوباك هو نظام موحد لتسمية المركبات العضوية، فحتى تثبت طريقة تسمية المركبات في كل مكان. ما هي خطوات تسمية الألكينات؟ خطوات تسمية الألكينات تشبه خطوات تسمية الألكانات، ولكن هناك بعض التغييرات فنقرأها مع بعض. أول خطوة إنه إحنا راح نختار أطول سلسلة كربونية متصلة، شرط أنها تحتوي على الرابطة الثنائية. في الألكانات كنا نختار أطول سلسلة كربونية متصلة، لكن هنا في الألكينات لابد أن تحتوي السلسلة الأطول هذه على الرابطة الثنائية. الخطوة الثانية إن إحنا راح نرقم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية. في الألكانات كنا نرقم من الطرف الأقرب للتفرع، أما في الألكينات نرقم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية بغض النظر عن التفرعات ومواقعها. ولكن إذا كانت الرابطة الخطوة الثالثة في وسط المركب، في هذه الحالة نبدأ العد من الطرف الأقرب للرابطة من الطرف الأقرب لأول تفرع. في الخطوة الرابعة نسمي الألكين حسب عدد ذرات الكربون باستبدال المقطع آن اللي كان عندي في الألكان بالمقطع إين، وثم نضيف رقم يدل على موضع الرابطة الثنائية. لو تلاحظوا في الجدول اللي كان عندي في البداية كان عندنا هني البيوتين واحد بيوتين واحد بنتين واحد هكسين، بمعنى أنا حددت هنا أن الرابطة الثنائية على ذرة الكربون رقم واحد، وهذا نفسه راح نتبعه في تسمية الألكينات. الخطوة الخامسة وهي نفسها مطابقة للخطوة اللي نطبقها في الألكانات، أن اسم الألكين يسبقه التفرعات مرتبة بالترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية، وإذا احتوى المركب على هالوجينات مع شقوق ألكيلية في هذه الحالة ترتب الهالوجينات أولا ومن ثم ترتب الشقوق الألكيلية. فلنأخذ بعض الأمثلة. المثال الأول، استخدم طريقة أيوباك الدولية في تسمية الألكين التالي. عندي هذا الألكين، الخطوة الأولى أن أنا أحدد أطول سلسلة عندي، فأحدد أطول سلسلة. في البداية ممكن أن أنا أخذ هذه السلسلة 1 2 3، طبعا أطول سلسلة تحتوي على الرابطة الثنائية، هذه 3 ذرات كربون. نختار هذه السلسلة 1 2 3 4، لاحظ ان انا اعد عدد ذرات الكربون، فاذا الافضل ان انا 4 ذرات كربون اطول من 3 ذرات كربون، فاذا افضل عندي السلسلة اللي هي في الاسفل. طيب الان الخطوة الثانية، راح نرقم من الطرف الاقرب للرابطة الثنائية بغض النظر عن التفرع، فهنا نلاحظ ان من جهة اليسار اقرب للرابطة الثنائية عن جهة اليمين، فاذا نرقم من هذا الطرف 1 2 3 4. الخطوة التالية، راح نسمي هذا الألكين حسب عدد ذرات الكربون باستبدال المقطع آن في الألكان بالمقطع إين. فعندي هنا 4 ذرات كربون، إذا هذا يذكرني بالبيوتان، واستبدل آن بإين، فإذا يكون عندي بيوتين. طبعا لاحظ ان هنا عندي الرابطة الثنائية بين ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 2، اذا ناخذ الرقم الاقل اللي هو 1 ونضعه قبل اسم الألكين، هذا يوضح لي موضع الرابطة الثنائية، ونضع شرطة بين الرقم واسم الألكين. بعد ذلك نشوف عندي التفرعات، عندي هذا تفرع واحد، وهذا التفرع قلنا في الحصة الماضية إن بما أنه يحتوي على ذرة كربون واحدة إذا نسميه ميثيل، فإذا هو وهذا الميثيل نلاحظ أنه هو موجود على مرتبط بذرة الكربون الثانية في السلسلة، إذا راح أقول عندي 2 ميثيل شرطة 1 بيوتين.
إذن بهذا الشكل سمينا الكين. نأخذ مثال آخر. عندي هذا الكين. في البداية نفس الشيء، راح نحدد أطول سلسلة، فأختار أدور على أطول سلسلة تحتوي على الرابطة الثنائية. أختار ممكن هذه 1 2 3 4، ممكن أجرب هذه 1 2 3 4 5، ممكن أجرب هذه 1 2 3 4 5. إذا الأفضل إني أنا آخذ 5 ذرات كربون. إذا خفيت 5 ذرات كربون، عندي يمكن إياها إما إنها هذه السلسلة أو إنها تكون عندي هذه السلسلة، ما راح تفرق، راح يكون عندي نفس الاسم. فإذا أنا أفضل آخذ اللي هي المستقيمة على أساس أسهل بالنسبة لي. طيب الآن خضيت السلسلة الأطول، أبدأ الترقيم مثل ما قلنا من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية. فعشان أشوف، إذا راح أشوف الطرف الأقرب للرابطة الثنائية، راح أشوف أجرب من اليسار. عندي 1 2 3 4 5. إذا هنا الرابطة الثنائية عند ذرة الكربون، تبدأ من ذرة الكربون رقم 2. أرقم هنا عندي بلون آخر من هذه الجهة، 1 2 3 4 5. نلاحظ أن هنا الرابطة الثنائية بدأت من الرقم 3، فإذا الأفضل أن أنا أبدأ الرابطة الثنائية من الرقم 2، فبالتالي أبدأ التسمية من فإذا أخذ الترقيم اللي هو باللون الأحمر الموضح عندي هنا. طيب الآن عندي أضع اسم الألكين حسب عدد ذرات الكربون، فهنا عندي 5 ذرات كربون في السلسلة الأطول، فبالتالي راح يكون عندي الألكين هذا راح نسميه بناء على الألكان المناظر له، وهو بنتان، ثم نستبدل الآن بإين فنقول إنه بنتين. طيب نلاحظ أن الرابطة الثنائية في هذا البنتين بين ذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 3، فإذا أخذ الرقم الأقل اللي هو 2 وأضع هنا 2 بنتين، ومن ثم أضع التفرعات. فعندي هذا تفرع وهذا عندي تفرع، فإذا التفرعين هذيل على ذرة الكربون رقم 3 ورقم 4، فإذا أقول 3.4. دائما بين الأرقام فواصل وبين الرقم والتفرع شرطة، 3.4 ثنائي لأنهم تفرعين مثيل، ثنائي مثيل شرطة 2 بنتين. إذا 3.4 شرطة، ثنائي مثيل شرطة 2 شرطة بنتين. بهذا الشكل نسمي الألكين هذا. طيب نأخذ مثال آخر. عندي هذا الألكين، نفس الشيء نختار أطول سلسلة، فراح نختار أطول سلسلة. ممكن يكون عندي هذا السلسلة 1 2 3 4، ممكن أختار هذا السلسلة 1 2 3 4 5 6، إذا هذه أطول. ممكن أخذها هذه 1 2 3 4 5 6. طبعا هذيلا السلسلتين متساويتين في عدد ذرات الكربون. هذه المرة راح أخذ السلسلة اللي في الأسفل عندي اللي تبدو متفرعة، ولكن ممكن أن أنا أخذها بس عشان نلاحظ أنه إحنا ممكن تكون السلسلة عندي تبدو متفرعة، ولكن هي هذه عندي أطول سلسلة. طيب نحدد التفرعات. هذه راح تكون عندي تفرع اللي هي ما ضمن السلسلة، هذا تفرع وهذا عندي أيضا تفرع. نسمي الألكين هذا حسب عدد ذرات الكربون. فهنا عندي أول شيء طبعا نرقم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية، فنشوف الترقيم المناسب. ممكن أبدأ أرقم من هذه الجهة 1 2 3 4 5 6. ممكن أجرب ترقيم آخر هنا 1 2 3، هذه ذرة الكربون 3، هذا 4 5 6. فنلاحظ هنا أنه عندي
اللي باللون الأحمر صار عندي الرابطة الثنائية بدأت من ذرة الكربون رقم 2، واللي باللون الأخضر الرابطة الثنائية بدأت من الرقم 4. إذا أنا أفضل الطرف الأقرب للتفرع اللي هو لما يكون عندي باللون الأحمر، أنه نبدأ اللي هو يكون اللي ياخذ الرابطة الثنائية تاخذ رقم 2. طيب إذا هذا عندي السلسلة الأطول. الآن راح نكتب اسم هذه السلسلة، طبعا فيها 6 ذرات كربون، فبالتالي راح يكون اسمها إيش؟ راح يكون اسمها راح يكون ال، ممتاز، الهكسين. ونلاحظ وين موجودة عندي الرابطة الثنائية، الرابطة الثنائية بين ذرتي الكربون رقم 2 ورقم 3، فإذا آخذ الرقم الأصغر اللي هو 2، فراح يكون عندي 2 هكسين. وبعد ذلك أشوف عندي اللي هي التفرعات. التفرعات عندي هنا هذه المرة تفرعين مختلفين، هذا التفرع فيه ذرة كربون واحدة نسميه ميثيل، وهذا التفرع فيه ذرتي كربون نطلق عليه إيثيل. فهنا راح نبدأ بتسمية التفرع مثل ما قلنا في الدرس الماضي، نبدأ بالتفرع اللي هو الأقل في الأبجدية أو الأسبق في الأبجدية الإنجليزية. عندي الميثيل معناته حرف الأم، والإيثيل معناته حرف الإي، فمعناته إي في الأبجدية الإنجليزية يسبق الأم. إذا أبدأ بالإيثيل وألاحظ أن الإيثيل موجود عند ذرة الكربون متصل بذرة الكربون رقم 4، فإذا راح أقول 4، ثم أضع شرطة إيثيل، ثم أضع شرطة أخرى، ثم ألاحظ أن الميثيل عند ذرة الكربون رقم 3، فإذا أقول أن 3 ميثيل، ثم أضع شرطة أخرى، ثم يكون عندي 2 هكسين. فبهذا الشكل أنا سميت هذا الألكين. ولاحظوا أن الأربعة سبقت الثلاثة، ليش؟ لأن الإيثيل أبجديا قبل الميثيل، فلذلك إحنا ما ننظر إلى الأرقام ولكن ننظر إلى الأبجدية ونبدي الأبجدية الأسبق. طيب السؤال اللي بعده، استخدم طريقة أيوباك الدولية في تسمية الألكين التالي. عندي هذا الألكين، نفس الشيء لاحظ أنه هو ناخذ أطول سلسلة كربونية متصلة، فتكون عندي هذه السلسلة هي الأطول. لو خضيناها مثلا هذه السلسلة راح تكون أصغر، 1 2 3 4 5 6 ممكن، فإذا هذه أطول، 1 2 3 4 5 6 7، فهي هنا عندي 7 ذرات كربون أفضل من 5 ذرات كربون. طيب هذه عندي التفرعات. الآن أنا خضيت أطول سلسلة كربونية متصلة تحتوي على الرابطة الثنائية. الآن راح أرقم مثل ما قلنا من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية، فراح نشوف إذا رقمت أنا من هذه الجهة 1 2 3 4 5 6 7، وأرقم من هذه الجهة أيضا 1 2 3 4 5 6 7، فألاحظ أن هنا في الترقيم اللي باللون الأحمر الرابطة الثنائية أخذت الرقم 4، بينما في الترقيم اللي باللون الأخضر الرابطة الثنائية أخذت الرقم 3، فبالتالي الأفضل أن هي تأخذ الرقم 3، هو هذا الأقرب للتفرع، فإذا أخذ الترقيم اللي هو باللون الأخضر. طيب لاحظ أن هنا عندي هذا الألكين مكون من 7 ذرات كربون، فإذا راح نسميه بناء على الهبتان المناظر هبتان، فإذا نستبدل الآن بإين، فراح يكون عندي هبتين، وهنا عندي الرابطة الثنائية بين ذرتي الكربون 3 و4، فإذا راح يكون عندي 3 هبتين. ومن ثم أسمي التفرعات. التفرعات في هذه المرة عندي اللي هي الهالوجين اللي هو بروم، طبعا التفرع نسميه مثل ما قلنا في الدرس الماضي برومو، وهنا عندي الميثيل. طبعا في حالة كان عندي هالوجين والكيل قلنا انه راح يسبق الهالوجين
مجموعة الألكيل في التسمية بغض النظر عن الأبجدية. فرح نبدأ أول شيء بتسمية الهالوجينات. الهالوجينات المقصود فيها البروم، الكلور، الفلور، اليود، اللي هي عناصر المجموعة السابعة في الجدول الدوري. فعندي هنا البروم ونسميه برومو كما قلنا في الدرس الماضي كتفرع، وهو موجود عند ذرة الكربون رقم 4. فإذا نقول 4 برومو. بعد ما وضعنا الهالوجين راح نضع عندي الألكيل اللي هو عندي هنا ميثيل. فإذا 4 برومو 5 ميثيل، ثم نضع شرطة 3 هبتين. وبهذا الشكل احنا سمينا هذا الألكين. بالنسبة للألكينات حلقية، عشان نسميها الألكينات الحلقية تتم تسميتها بالطريقة نفسها اللي كنا نسمي فيها الألكانات، ولكن راح نستبدل المقطع نهاية اسم الألكان الحلقي بالمقطع إين بدلا من المقطع آن. فهنا عندي هذا الألكين الحلقي مكون، لاحظ فيه رابطة ثنائية، لذلك قلنا إنه هو ألكين حلقي مكون من 3 ذرات كربون. فإذا راح نسميه البروبين. الحلقي او ممكن نقول سايكلو بروبين، وهذا عندي فيه 4 ذرات كربون، فبالتالي راح نسميه البيوتين الحلقي او سايكلو بيوتين. ممكن نراويكم اللي هو هذا الـ هذا طبعا عندي اللي هو مركب البروبين، ممكن احوله الى بروبين حلقي من خلال ان انا انتزع ذرتي هيدروجين من خلال طرفي الكربون، على اساس اعمل رابطة هنا بين ذرتي الكربون الطرفيتين، ويصير عندي شكل اللي هو شكل المثلث اللي شفتوه قبل شوية في شاشة العرض. فاذا راح انتزع ذرتي هيدروجين من طرفين، راح أضع هنا الرابطة فيما بينهم. لاحظوا هنا تكون عندي اللي هو البروبين الحلقي فيه رابطة ثنائية. أيضا ممكن عندي هذا، طبعا هذا عبارة عن بيوتان، أحول أول شيء إلى بيوتين من خلال أن أنا أشيل ذرتي هيدروجين بين ذرتي كربون متتاليتين. وأضع هنا عندي الرابطة هذا تكون عندي البيوتين. الآن أحوله إلى بيوتين حلقي من خلال أيضا راح أنتزع ذرتي هيدروجين، ولكن هذه المرة من ذرتي هيدروجين من ذرتي كربون طرفيتين، من هذا الطرف ومن هذا الطرف. فراح انتزع هنا عندي ذرتي هيدروجين، واغلق الحلقة. فبهذا الشكل مثل ما انتم لاحظين نتج عندي اللي هو البيوتين الحلقي. طيب لو بغينا نسمي بيوتين حلقي متفرع، مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال انه احنا راح نضع هنا تفرع، وفليكن البروم او برومو. كيف راح نسمي هذا الالكين الحلقي؟ في هذه الحالة طبعا راح نرقم احنا من راح نرقم هذه الألكين الحلقي، فراح نشوف عندي راح ناخذ الترقيم اللي يشمل الرابطة الثنائية ويعطيني أقل رقم للتفرع. فممكن أرقم بهذا الشكل 1 2 3
4، فبالتالي راح يكون عندي 3 برومو، وهنا راح يكون عندي سايكلو بيوتين. طيب لاحظوا ان انا ما رقمت، ممكن ارقم ترقيم اخر، انه ممكن ان انا ابدا الترقيم من هنا 1 2 3 4، ولكن في هذه الحالة البروم تاخذ الرقم 4، فبالتالي انا افضل الترقيم اللي يعطيني الرقم الاقل للتفرع. بهذا الشكل سمينا اللي هي الألكينات، وسمينا الألكينات الحلقية. الآن ننتقل إلى أحد أهم المركبات، أحد أهم الألكينات اللي هي عندي الألكين اللي اسمه الإيثين. هذا عندي اللي هو الإيثين. الإيثين هذا له اسم شائع معروف بالإيثيلين، فممكن نسميه الإيثين، وأيضا له اسم شائع نسمي اللي هو الإيثيلين. طبعا احنا يخطر في بالنا في البداية انه لما نسمع مصطلحات مثل الألكانات والألكينات نعتقد ان هذه اشياء موجودة فقط في مختبرات الكيمياء، ولكن اريد اقول لكم ان هذه الاشياء موجودة في حياتنا اليومية. الإيثين هو مركب موجود في الفاكهة اللي احنا نتناولها، وهو المركب المسؤول عن عملية انضاج الفاكهة. وفي عندي بعض الفاكهة تنتجها بشكل أكبر من غيرها، لذلك ممكن تلاحظوا لو وضعت الفواكه مع بعضها البعض أحيانا نلاحظ أن الفواكه تخرب بشكل أسرع. ليش؟ لأن في بعض أنواع الفاكهة ممكن تبحثوا عنها تنتج الإيثين بشكل أكبر عشان تساعد على عملية نضوجها، فبالتالي ممكن أن هي تأثر على الفواكه الثانية، وبالتالي الفواكه الثانية ممكن أن هي تخرب بشكل أسرع. إيش هي استخدامات الإيثين؟ استخدامات الإيثين ممكن يستخدم في الصناعات البتروكيميائية، يستخدم أيضا في إنضاج الفاكهة مثل ما قلنا، ممكن هو يكون مركب موجود أصلا في الفاكهة، أو ممكن إن إحنا نجيب هذا المركب بشكل خارجي ونرشه على الفاكهة، وبالتالي نساعد على عملية إنضاجها. ايضا ينتج من خلال الايثين ممكن ان احنا ننتج مركب اسمه الايثيلين جليكول. الايثيلين جليكول هذه ماده تستخدم تمنع تجمد الماء في مبردات السيارات، خاصه في الدول المتجمده يتم اضافه هذه الماده الى مبردات السيارات حتى لا يتجمد الماء في مبرد السياره. من خصائص الايثين انه هو أول شيء لا يذوب في الماء، ولكن يذوب في المذيبات العضوية، طبعا لأنه هو مركب غير قطبي، فبالتالي بما أنه مركب غير قطبي فبالتالي هو لا يذوب في الماء ويذوب في المذيبات العضوية. كثافته أقل قليلا من الهواء، بمعنى لو وضعناه على الهواء رح يرتفع عن الهواء. طيب كيف نحضر عندي غاز الإيثين؟ عشان نحضر غاز الإيثين في المختبر راح نقوم بعمل تفاعل بين الكحول الإيثيلي وحمض الكبريتيك المركز. هذا عندي الكحول الإيثيلي وهذا عندي حمض الكبريتيك المركز. طبعا الكحول الإيثيلي هو الإيثانول، هو نفسه الإيثانول اللي موجود عندي في المعقمات اللي احنا نستخدمها الآن بشكل كبير، وراح ندرسها بالتفصيل في درس الكحولات في الفصل القادم بإذن الله تعالى. راح نقوم بمفاعلة الكحول الإيثيلي مع حمض الكبريتيك المركز، وحمض الكبريتيك المركز راح يقوم عندي بانتزاع جزيء ماء، فراح ياخذ عندي OH وراح ياخذ عندي H، لان راح ينتزع جزيء ماء الـ OH والـ H من الكحول الإيثيلي او الإيثانول، وبالتالي راح ينتج عندي هذا الجزء من المركب، راح يبقى عندي هذا اللي هو CH2 رابطة و CH2، وبينهم راح تتكون عندي رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون، وهو هذا طبعا تكون عندي اللي هو مركب الإيثين اللي هو هذا المركب. أيضا ينتج عندي جزيء الماء الذي تم انتزاعه، هذا عندي H و OH، نجمعهم يتكون عندي H2O اللي هو الماء. هذا هو الجهاز اللي يستخدم لتحضير الإيثيلين، موضح أمامكم. طبعا هنا مثل ما موضح عندكم في الصورة يتم إضافة حمض الكبريتيك المركز على الكحول الإيثيلي هنا في درجة حرارة لا تزيد عن 170 درجة سيليزية، تم قياسها بالثرمومتر. ينتج عندي غاز الإيثيلين، فيتم تجميعه في البداية، يتم تنقيته بواسطة استخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم، يتم تنقيته من الحمض
الكبريتيك المركز، من ثم يتصاعد الغاز ويتم تجميعه في هذا المخبار. هذا الماء طبعا هنا موجود عندي اللي هو الماء، فبالتالي الغاز هذا راح يتصاعد هنا، راح يزيح الماء إلى أسفل ويتصاعد الغاز إلى أعلى، وراح ينتج عندي غاز الإيثين، وراح يتجمع عندي غاز الإيثين، وبالتالي بهذا الشكل إحنا أنتجنا غاز الإيثين من المختبر. طيب إذا تحدثنا عن استخدامات الإيثين وتحدثنا عن طريقة إنتاج الإيثين، الآن نتحدث عن تفاعلات الألكينات. الألكينات طبعا لها نوعين، تقوم بنوعين من التفاعلات، تقوم بتفاعلات الاحتراق اللي هي نفس الألكانات، وأيضا لها تفاعلات الإضافة، وهذا النوع من التفاعلات ما موجود عندي في الألكانات، فقط موجود عندي في الألكينات، وذلك بسبب وجود الرابطة الثنائية. في الألكانات كانت عندي تفاعلات الاستبدال، الإضافة ممكن يكون عندي إضافة الهالوجين أو الهيدروجين أو الماء أو هاليد الهيدروجين. طبعا في الكتاب مذكور عندي اللي هو هاليد الألكيل، ولكن معطني مثال بعد ذلك على هاليد الهيدروجين، فإحنا راح ناخذ اللي هو المثال الخاص أيضا بهاليد الهيدروجين. طيب ناخذ أول شيء اللي هي تفاعلات الألكينات، أول نوع من التفاعلات اللي هي الاحتراق. تفاعل الاحتراق ناخذ على سبيل المثال فليكن احتراق الإيثين أو الإيثيلين، فالإيثين صيغته C2H4. طبعا قلنا في الدرس الماضي أن أي تفاعل احتراق معناته هو تفاعل المركب مع الأكسجين، وهذا الشيء ذكرناه أيضا في الصف العاشر، هو تفاعل المركب مع الأكسجين فينتج عندي غاز ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء زائد ينتج عندي طاقة ممكن نرمز لها بالرمز E. طبعا نوزن هذه المعادلة، عشان نوزن هذه المعادلة نبدأ أولا بذرات الكربون ثم الهيدروجين ثم الأكسجين، وهذا الترتيب أفضله في وزن معادلات الاحتراق. فأبدأ بالكربون، ألاحظ هنا عندي الكربون في ذرتي كربون هنا، وهنا عندي ذرة كربون واحدة، فإذا راح أقول هنا راح أضع الرقم 2 عشان تتساوى عندي ذرات الكربون، فإذا ذرات الكربون تساوي 2 في الطرفين. نيجي على الهيدروجين، الهيدروجين هنا عندي 4 وهنا عندي 2، إذا راح أضرب هذه في 2، فاثنين ضرب 2 يساوي 4، إذا هنا الهيدروجين صار عندي يساوي 4، وهذا الطرف أيضا في طرف النواتج الهيدروجين يساوي 4. نيجي على الأكسجين، الآن نلاحظ هنا الأكسجين عندي 2، وهنا الأكسجين إذا نيجي نعد 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد هنا عندي 2 ضرب 1 اللي هي زائد 2، فإذا عندي الأكسجين هنا يساوي في طرف النواتج 6، فهنا راح يكون عندي بما أنها 2 إذا راح أضرب 3 ضرب 2، بالتالي أيضا الأكسجين راح يصير عندي 6، وبالتالي وزننا معادلة الاحتراق. طبعا في الامتحان ممكن يعطيك أي نوع من الألكينات ويطلب منك وزن ويطلب منك كتابة معادلة الاحتراق تبعها، فإذا لازم تضيف لها الأكسجين وتنتج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ومن ثم تزن هذه المعادلة، فممكن تجربوا على ألكينات أخرى وتجربوا عملية الوزن مثل ما قلت لكم، أول شيء الكربون ثم الهيدروجين ثم الأكسجين في الوزن. طيب النوع الآخر من التفاعلات اللي تقوم بها الألكينات هي الإضافة. طبعا الإضافة يعني الألكينات سهل جدا بالنسبة لها عملية الإضافة، وهذا يعود إلى وجود رابطة اللي هي الرابطة الثانية اللي موجودة في الألكينات. طبعا إحنا في الألكانات كان عندي رابطة واحدة بين كل ذرات الكربون، بينما هنا في الألكين نلاحظ عندي رابطين. قال لك إن هذا الرابطة الثانية من الألكين هذه نسميها رابطة باي، ورابطة باي هذه رابطة ضعيفة سهل ان انا اكسرها واضع بالتالي اكسرها واضيف اي واضيف العناصر الاخرى. طيب فاذا هنا راح ناخذ
اللي هو طبعا الإضافة، ممكن يكون عندي إضافة الهالوجين أو إضافة الهيدروجين. إضافة الهالوجين نقصد به ممكن نسميه أيضا الهلجنة. طبعا الهالوجين مثل ما قلنا اللي هي الهالوجينات، اللي هي عناصر المجموعة السابعة، ممكن تشوفوها من الكتاب المدرسي في الجدول الدوري آخر صفحة في الكتاب، اللي هي البروم والفلور واليود والكلور. فإذا الهلجنة هي إضافة الهالوجين، والهيدروجين هي إضافة الهيدروجين. ناخذ اللي هو في البداية الهلجنة إضافة الهالوجين. هنا عندي هذا الألكين اللي هو عبارة عن أي ألكين؟ فيه ذرتي كربون، فإذا هذا عبارة عن الإيثين. طيب هذا الإيثين قمنا به إضافة Cl2 له في وجود شرط وجود الضوء في هذا التفاعل، فهنا طبعا راح أكسر هذه الرابطة، رابطة باي الضعيفة، راح أنزل المركب مثل ما هو CH، ونزل الرابطة الأولى اللي كانت موجودة أصلا، ونزل هذا الهيدروجينتين. وبعد ذلك طبعا هنا الكربون احنا نعرف انه هو يكون اربع روابط، وهنا صار بقى عندي ثلاث روابط لاني ازلت الرابطة باي هنا، فبالتالي راح اضيف على كل ذرة كربون رابطة واحدة، وراح اضيف فيها ذرتي الكلور، فهنا عندي Cl وهنا عندي ايضا Cl، فاذا نتج عندي هذا المركب، وهذا المركب ممكن نسميه، طبعا هذا عبارة عن الكان، فممكن نسميه على انه واحد، هذه واحد وهذه ذرة الكربون اثنين، ذرتي كربون 1.2 ثنائي كلورو إيثان. إذا أنتجنا 1.2 ثنائي كلورو إيثان من الإيثين بمفاعلته مع الغاز الكلور. بالنسبة للهيدرجة وهي إضافة الهيدروجين، نفس الشيء هنا خضينا مثال اللي هو الكين، وقمنا بإضافة الهيدروجين عليه، غاز الهيدروجين غاز H2 في وجود النيكل، لابد من وجود النيكل كعامل مساعد، نضع نكتبه فوق السهم ونضيفه على المركب، فبالتالي يكون عندي نكسر أول شيء طبعا الرابطة الباي اللي هنا موجودة عندي، و اكتب النواتج، انزل اول شيء المركب مثل ما هو هنا CH2 وهذه رابطة، وهذه عندكم CH2، وهنا راح نضيف ذرتي هيدروجين من H2. اذا لاحظوا هنا تكون عندي المركب الناتج، هذا المركب نتج عندي الكان اللي هو كان خضيناه في الدرس الماضي اللي هو الإيثان. إذا معنى هذا أن أنا ممكن من الإيثين أو من الألكين أنتج أي ألكان، وهذا ينطبق على جميع الألكينات، أي ألكين أخذه أضيف له الهيدروجين ممكن أحوله إلى ألكان. وطبعا هذا التفاعل هو التفاعل اللي يستخدم في إنتاج، إذا تعرفونها، اللي هي زبدة المارجرين. زبدة المارجرين يتم إنتاجها من خلال أنهم يأخذوا الزيوت النباتية ويتم هدرجتها، وبالتالي بعد هدرجتها تتحول إلى الحالة الصلبة وتكون عندي الزبدة اللي هي زبدة المارجرين. طيب تفاعلات الألكينات عندي أيضا تفاعلات إضافة الماء وإضافة هاليد الهيدروجين. بالنسبة لإضافة الماء وإضافة هاليد الهيدروجين نتبع قاعدة اسمها قاعدة ماركوفينكوف. قاعدة ماركوفينكوف هذه تقول لي إن إحنا راح نضيف الهيدروجين من ال H2O أو من ال HBr على ذرة الكربون اللي تحتوي على أكبر عدد من ذرات الهيدروجين. فهنا عندي هذا المركب راح نضيف فيه ال H2O، راح نكسر في البداية الرابطة الثانية، وراح نحط هذا المركب اللي هو H2C، راح أنزل هذا المركب كامل، وراح اضيف عندي ال H2O، راح اضيف ال H وال OH من ال H2O. طبعا ال H راح اضيفها مثل ما قلنا على ذرة الكربون اللي فيها اكثر عدد من ذرات الهيدروجين، فراح اضيفها عند هذا الكربون، وال OH راح اضيفها هنا، فبالتالي هذا المركب الناتج هو عبارة عن كحول.
الإضافة هاليد الهيدروجين هنا عندي راح نفس الشيء أكسر الرابطة باي، راح أضع عندي H2C ونزل المركب مثل ما هو، أضيف ال HBr. طبعا الهيدروجين مضيفة على ذرة الكربون اللي فيها أكبر عدد من ذرات الهيدروجين، لكن هنا متساويين فبالتالي ما راح تفرق أضيفها في أي كربون، ومن ثم أضيف عندي البروم. آخر شيء عندي اللي هو راح نقوم باستكشاف سريع دقيقة، اللي هو الهدف منه ان انا احل العينة من المارجرين والزيت النباتي باستخدام ماء البروم. راح استبدل ماء البروم ببرمنجنات البوتاسيوم، لانه البروم هو مادة يعني سامة فصعب ان انا استخدمها، ولكن النتيجة هي واحدة. طبعا هنا انا عندي التجربة هذه، اخذنا زيت نباتي وزبدة، وقمنا باضافه قمنا في البدايه بوضع برمنجنات البوتاسيوم في انبوبتي اختبار، قلنا نحن نستبدل برمنجنات البوتاسيوم بالبروم. فهنا عندي انبوبتي اختبار فيهم وضعنا فيهم برمنجنات البوتاسيوم، لاحظوا لونهم بنفسجي. الان راح اضيف الزيت النباتي على احد انبوبتي الاختبار، ومن ثم راح اضع الزبده في انبوبه الاختبار الثانيه، ومن ثم نحرك عندي الأنبوبتين حتى يتفاعل عندي البرمنجنات البوتاسيوم مع الزبدة والزيت. نلاحظ في الزيت، طبعا لاحظوا ان اللون تغير، كان لون بنفسجي، لاحظوا انه تحول عندي الى اللون البني، اما في الزبدة لازال اللون بنفسجي ما تغير. طبعا هذا يعود لان الزيت مكون من الكينات، وهي في روابط غير مشبعة، روابط ثنائية، فبالتالي لما نضيف له برمنجنات البوتاسيوم مثل البروم راح يضاف عليه، وبالتالي راح يتحول لونه من اللون البنفسجي الى اللون البني. اما مع الزبدة ما راح يحدث اي تفاعل، لان الزبدة هي مركبات مشبعة وهي لا يحدث عندي اي تفاعل فيها. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وبهذا انهينا درسنا، موفقين بإذن الله تعالى.